بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، شرح سماحة العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس العشرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات مع هذه الدروس المباركة من كتاب آداب المشي إلى الصلاة. ضيف هذا اللقاء هو سماحة العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، وهو يشرح هذه الدروس المهمة لكم جميعا أيها الإخوة والأخوات. أهلا ومرحبا الشيخ صالح، حياكم الله وبارك فيكم. بقي بعض الأسئلة المتعلقة بالدروس السابقة سماحة الشيخ صالح. أحد الإخوة يسأل ويقول: بالنسبة للقنوت، هل القنوت ثابت؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. القنوت في الوتر هذا ثابت، وأما القنوت في الفرائض فهذا ثابت في النوازل، إذا حصلت بالمسلمين نازلة فإنهم يقنتون برفعها، وأما المداومة عليها في الفرائض فمحل خلاف بين العلماء. نعم. سماحة الشيخ صالح، قد يبالغ بعض الأئمة في المساجد وخصوصا في رمضان في قنوت التراويح، فيأتون بالألفاظ المسجوعة ويطولون، حتى أن البعض يجعل من وقت القنوت أو وقته أكثر من وقت الصلاة. لا، غلط وخطأ. القنوت كلمات معدودات لا يشق على المأمومين بطولها، ولا يرتلها مثل ما يرتل القرآن، بل إنه توسط في ذلك، خير الأمور الوسط. نعم. هل ورد القنوت يا شيخ قبل الركوع؟ المشهور أن القنوت بعد الركوع، ومن العلماء من يرى أنه قبل الركوع. نعم. وما حكم مسح الوجه بعد الدعاء؟ لا أصل لهذا، لا أصل لمسح الوجه بعد الدعاء. نعم. شيخ، ما ضابط قنوت النوازل ومتى يشرع؟ يشرع عند حصول النوازل، إذا نزلت بالمسلمين نازلة مثل تسلط العدو أو غير ذلك من النوازل، فإن الإمام يقنت برفعها ويقنت معه المأمومون يؤمنون على دعائه. نعم. شيخ صالح، لماذا كانت صلاة الليل أفضل من صلاة النهار؟ لأنها أقرب إلى الإخلاص، ولأن هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنها وقت النزول الإلهي إلى سماء الدنيا، حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. نعم. شيخ، بالنسبة لثواب المحافظة على سنن الرواتب، بعض الناس يقول: أنا أصلي الفروض ولا داعي من صلاة النوافل والرواتب. هذا غلط، سنن الرواتب يحافظ عليها، لأنها تجبر بها الفرائض إذا حصل بها نقص، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليها. نعم. شيخ، هل تصلى التراويح في البيوت بالنسبة للرجال؟ تراويح السنة أنها في المساجد، تعلن في المساجد، تصلى جماعة في المساجد، هذا هو السنة في رمضان. نعم. الشيخ صالح، الحفظة لكتاب الله غيبا، ما هي الكلمة التي توجه لهم حيث أنهم ينسون بعض الأجزاء؟ توجيه لهم بأن يحافظوا على ما حفظوه من القرآن الكريم
بتكرار تلاوته وترديده، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهدوا هذا القرآن فلهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وسجود السهو يشرع للزيادة والنقص. نعم، سجود السهو يشرع للزيادة سهوا في الصلاة، كما لو صلى 5 ركعات سهوا، أو كذلك زاد في المغرب أو زاد في صلاة الفجر سهوا، فإنه يسجد للسهو ويكون بعد السلام. الأفضل أن يكون هذا السجود بعد السلام، ويكون عن نقص في الصلاة، ويكون عن شك في الصلاة. له 3 أسباب: إما عن نقص، وإما عن زيادة، وإما عن شك. نعم. وشك في فرض ونفل إلا أن يكثر فيصير كوسواس فيطرحه. نعم، هذا هو السبب الثالث لسجود السهو، وهو الشك في الصلاة. ما لم يكثر هذا الشك فإنه لا يسجد له، لأنه يكون وسواسا وليس شكا. نعم. وكذا في الوضوء والغسل وإزالة النجاسة. وكذا الشك في الوضوء والغسل وإزالة النجاسة، فإنه إذا شك في شيء من هذه الأمور فإنه يفعله ليتأكد، إلا إذا كثر الشك صار وسواسا فإنه لا يلتفت إليه. نعم. فمتى زاد من جنس الصلاة قياما أو ركوعا أو سجودا أو قعودا عمدا بطلت. نعم، إذا زاد في الصلاة قياما أو ركوعا أو سجودا متعمدا ذلك بطلت صلاته، لأنه خالف المشروع في الصلاة متعمدا فتبطل صلاته. كما لو قال مثلا: صلاة الفجر 2 ركعات، أنا أزيد 1 ركعة أو 2 ركعات، يكون هذا من فعل الخير، نقول صلاتك باطلة لأنك خالفت ما شرعه الله سبحانه وتعالى متعمدا، فصلاتك باطلة. وكذلك في بقية الصلوات المفروضات لا يزاد فيها ولا ينقص منها، وإنما تؤدى كما ثبتت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا زاد الرجل أو نقص في صلاته فليسجد سجدتين، رواه مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: إذا زاد الرجل في صلاته، يعني الفريضة، أو نقص سهوا غير متعمد، فليسجد سجدتين للسهو إرغاما للشيطان. نعم. ومتى ذكر عادة إلى ترتيب الصلاة بغير تكبير؟ ومتى ذكر أنه نقص الصلاة وسلم قبل تمام الصلاة، إذا ذكر هو أو ذكر، فإنه يأتي ويقوم للإتيان بما نقص من غير تكبير، تكبيرة انتقال، لأن التكبيرة التي قام بها من السجود تكفي. نعم. وإذا زاد 1 ركعة قطع متى ذكر وبنى على فعله قبلها. نعم، إذا زاد 1 ركعة وعلم بأنها زائدة فإنه يقطعها ويعود إلى صلاته ويسجد للسهو. نعم. ولا يتشهد إذا كان قد تشهد ثم سجد وسلم. نعم، إذا سجد للسهو بعد السلام فإنه لا يتشهد بعده، بل يسلم في الحال ولا يتشهد بعد أن يسجد للسهو. نعم. ولا يعتد بالركعة الزائدة مسبوقا. نعم، الركعة الزائدة لا تحتسب،
فلا يعتد بها المسبوق، فإذا فاته ركعة وقام الإمام إلى ركعة زائدة فإنه لا يعتد بها، بل لا بد أن يأتي بما سبق به بعد الإمام. نعم. ولا يدخل معه من علم أنها زائدة. ولا يدخل مع المصلي في ركعة زائدة من علم أنها زائدة. نعم. فلو جاء مسبوق وأدرك الإمام في ركعة زائدة وهو يعلم أنها زائدة فإنه لا يعتد بها. نعم. وإن كان إماما أو منفردا فنبهه ثقتان لزمه الرجوع. إذا قام إلى ركعة زائدة وسبح به ثقتان فإنه يلزمه الرجوع لقولهما. نعم. ولا يرجع إن نبهه واحد إلا أن يتيقن. ولا يرجع الإمام إذا قام إلى ركعة زائدة ولم ينبهه إلا ثقة واحد، فإنه لا يبني على تنبيهه، لأنه لا بد من اثنين، من شاهدين. نعم. لأنه صلى الله عليه وسلم لم يرجع إلى قول ذي اليدين، لأنه لما سهى صلى الله عليه وسلم وسلم عن نقص وقام بعد أن سلم وجلس في مكان، انتقل من مكانه، جاءه ذو اليدين فقال: أنقصت الصلاة يا رسول الله؟ قال: لا. قال: أنقصت أو نسيت؟ قال: لم تنقص ولم أنسى. ثم إنه صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه وقال: أصدق ذو اليدين؟ قالوا: نعم يا رسول الله. فقام وأكمل ما نقص من صلاته وسجد للسهو. نعم. ولا يبطل الصلاة عمل يسير كفتحه صلى الله عليه وسلم الباب لعائشة وحمله أمامة. نعم. العمل اليسير من غير جنس الصلاة لا يبطلها إذا كان لحاجة، إذا كان لحاجة كحمله شيئا أو وضعه شيئا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو يحمل أمامة بنت زينب بنته أمامة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، زينب بنت أبي العاص، فكان يحملها، فإذا سجد وضعها وإذا قام رفعها معه. دل هذا على أن العمل اليسير لا يضر في الصلاة إذا كان لحاجة. نعم. إذا أشار بيده وهو يصلي لشخص دخل أو أراد أن يرفع شيء بالإشارة، لا بأس بذلك، أن ينبه على حاجة وهو يصلي بالإشارة، لا بأس بذلك. نعم. وإن أتى بقول مشروع في الصلاة في غير موضعه كالقراءة في القعود والتشهد في القيام لم تبطل. إذا أتى بقول مشروع في غير موضعه كالتشهد في القيام والقراءة في الركوع أو السجود لم تبطل صلاته، لأن هذا قول مشروع أتى به في غير موضعه. نعم. شكر الله لكم سماحة الشيخ على تفضلكم بشرح هذه النصوص المباركة في كتاب آداب المشي إلى الصلاة، جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء، وأشكر الإخوة والأخوات على تواصلهم مع سماحته بإرسال الأسئلة عن الدروس السابقة والاستفسارات والمشاركة الحقيقة في نفع هذا البرنامج. شكرا لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات، وشكرا لفريق العمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.